السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم اشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم جديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الثالث ابتدائي النيفو سي او 2 من كتاب كوكليكو. إذا هذا الدرس هذا غادي يكون ديال لو سانغولييه اي لو بلوريال دي نو. إذا كما تشوفوا في هذا الدرس هذا ديال الغرامير عندنا قلنا لو سانغولييه اي لو بلوريال دي نو. افون دو كومونسي اون تور لي نو دون سي فراز كيل لا لتر فينال دي مو جونغلوز اي اكروبات بوكوا سو تيرمينتيل انسي. اذا نمشيو بعدا نديرو السؤال الاول قالك اون تور لي نو دون سي فراز. اذا كارلا ستانو بروبر ندورو عليه اي سي زامي ان سي زامي تاوما نو فون او سيرك عندنا او سيرك. Ils applaudissent les jongleuses, les acrobates, le clown qui a présenté un numéro très drôle, un numéro. Et donc, ben c'est pas quelque chose la lettre finale dire jongleuse ou acrobate. Il y a S. Alors, c'est la lettre S. Mais ce sont des mots ou là des noms au pluriel. Et donc, on a le pluriel dit alors, donc c'est alors, on a les S. On a donc des mots, disons S par l'autre. Nous cherchons j'observe et je l'abord. نحاول نقراو. Avec mes camarades nous sommes allés au cirque. Arrivés sous le magnifique chapiteau, nous avons vu des acrobates, des chevaux et un magicien qui a sorti des souris de son chapeau. بالنسبة للسؤال الأول قالك observe les mots surlignés. Désigne-t-il un seul ou plusieurs éléments? Par quelle lettre se termine-t-il? إذا عندنا camarades ou عندنا des acrobates ou des souris. إذن هادو شنو ماهوش أو بلوريال ولا سينغولي. إذن لي مو سورليني ديزيني بليزيوغ زيليمون إي سو تيرمين باغ لا لتر إس. إذن هما راهم في لو بلوريال. بالنسبة للسؤال التاني كاك غوكوبي سور طون كايي لو غروب نومينال أن شابيتو مانيفيك بوي إكخي لو أو بلوريال. كو غومارك تو؟ إذن شابيتو إذن غادي تولي عندنا دي شابيتو مانيفيك. إذن سو تيرمين باغ إكس أو بلوريال. إذن نلاحظو بأن شابيتو تسالا فينا إكس في البلوريال و مانيفيك زدناها إس في البلوريال. بالنسبة للسؤال التالت قالك مي لو غروب نومينال دي سوري أو سينغوليي كو غومارك تو؟ إذن دي سوري شنو ستولي لنا؟ أون سوري. إذن إل سو تيرمين باغ أن إس سوا أو سينغوليي ولا في البلوريال. إذن إل نو شونج با. إذن في السينغوليي تيتسالا لنا بإس في البلوريال تيبقى هو هو ماشي نزيدو ليه حتى شي حاجه ما تنقصو ليه حتى شي حاجه. اذا الكلمات اللي جيت تسالاو باس في الاخر في السينغولي تيبقاو هما نيت في البلوريال ماشي يتبدلوش. بالنسبه للسؤال الرابع قالك اكري لي زوتر غروب نومينو دو تيكست او سينغولي او بلوريال سولون لو كا كيل ريغل بوتو طون ديدوير. اذا نحاولوا نديرو هذوك لي زوتر غروب نومينو نحاولو نديروهم سوا الا كانوا في البلوريال نديروهم في سينغولي الا كانوا في سينغولي نردهم في البلوريال. اذا افيك مي كاماراد كاماراد. اذا مي كاماراد تولي عندنا مون كاماراد ولا ما كاماراد. اذا سويفون على حساب واش اون كاماراد ولا ان كاماراد حيت لي دو صحاحين. اذا نحيدو ليها اس. نو سوم زالي او سيرك سيرك. اذا لي سيرك كنزيدوها اس. Arrivé sur le magnifique chapiteau. Et dans chapiteau, et dans les chapiteaux, chapiteau zéro x. Nous avons vu des acrobates, un acrobate, un haïdou le s. Des chevaux, chevaux, un cheval. Et dans, on a le pluriel a u x, le singulier on a al, cheval. Et un magicien, des magiciens, un zéro s. كي يسورتي دي سوري سوري ديجا شفناها قلنا اون سوري يعني تبقى هي النيت دو سون شابو سي شابو. اذا تولي عندنا سي شابو شابو نزيدوها اكس. اذا شنو تلاحظوا بان او بلوريال سوا تنزيدو اس ولا تنزيدو اكس. او بلوريال لي مو بوف سو تيرميني افيك اس او اكس سولون لو كا. اذا نمشيو للجوغوتيا قالك اون جينيرال اون فورم لو بلوريال دان نو اون اجوتون ان اس على فان دو سو نو بحال لوبو les beaux, un bouchon, des bouchons, les noms terminés par E, par E ou la AU ou la EAU, prennent généralement un X au pluriel. Généralement, ماشي ديما ولكن المهم غالبا. Un morceau, des morceaux, un cheval, des chevaux. Les noms terminés par S, X ou la Z
و سينغوليير نو شونج با او بلوغيال، اذا اللي تيتسالاو باس ولا باكس ولا بزاد في سينغوليير، اذا في البلوغيال ما تيتبدلوش، بحال ان كادنا دي كادنا، اون بيردغي دي بيردغي. اذا ندوزو دابا للتمارين. التمرين الاول قالك بريسيس سي لي غروب نومينو سون او سينغوليير او بلوغيال، كيلي لوغ مارك دو بلوغيال. اذا نحاولو نقولو واش في سانغولي ولا في البلوغيال. اذا انا نستعمل لكم جوج ديال لي كولور، الا كان في سانغولي نسطر عليه بلو روج، الا كان في البلوغيال نسطر عليه بلو جون. اذا اون كخوا، اذا سانغولي سو بروي سانغولي، دي مورسو بلوغيال، شنو هي لا مارك بلوغيال؟ هي اكس. نوتر طابلو سانغولي، لي كادي بلوغيال عندنا اس ا لا فين، ان اديو سانغولي، مي نوفو pluriel et x à la fin, x est la marque de pluriel. La température singulier, on a comme vous le comprenez la marque de pluriel, c'est parce que c'est le mot, mais on va bien dire que c'est qu'on a un mais ou la les ou la des ou la. Et donc, on a fait bien avec le pluriel. Les châteaux, pluriel, et donc on a les comme tu vois, avec la marque de pluriel, il y a x à la fin. Quatre colis, et donc on a s à la fin. كولي سواء في البلوريال هذاك ما تيتبدلش، كلمة تتبقى كولي بحال هكاك، ولكن عندنا 4 اذا هذاك بلوريال. ديموني بلوريال عندنا اس ا لا فان، لوني عندنا سانغولي لوني، ان ميوزيسيان سانغولي كذلك. اجوت ان ديتيرمينو كي كونفيان بالنسبه للتمرين الثاني. تروبو ان تروبو، مونتاني لي مونتاني، غويسو لي غويسو، كايي un cahier, mésange, la mésange, spectacle, des spectacles, nez, nez ramonkin goulou imma le nez ou la l'aîné, atna chouche pluriel ou la bjousha, noix, kadalik tahia, nafs l'hala imma une noix ou la des noix. M'si ou t'imerin tel, galk écrit ces groupes nominaux au pluriel, puis recopie le tableau et classe les noms. Idan anna le chemin, un bateau, le ruisseau. Idan chnou moukin zarjalina. Les chemins ou les bateaux ou les ruisseaux. Sans vêtements, une table, le musée, le repas. Eden. Ces vêtements, des tables, les musées, les repas. L'arête, le jeu, le marteau, une fleur. Eden. Les arêtes, les jeux, les marteaux, des fleurs. Cette semaine, un tapé, la dent. إذن سي سومان دي تابي دي دون. إذا كيما تشوفوا أنا استعملت لكم واحد لي كولور تما بحيت ما عنديش فين ندير لكم الجدول، نقلهم في الجدول. إذا هادوك لي بالحمر غادي ديروهم في الجدول الأول، يعني اس أو بلوريال، وهادوك لي بالصفر غادي ديروهم في الجدول الثاني اكس أو بلوريال، وهادوك لي بالزرق غادي نو شونج با أو بلوريال، إذا غادي ديروهم في الجدول الأخير اللي هما جوج كلمات لي غوبا و دي تابي. بالنسبه للتمرين الرابع اكري سي غروب نومينو او سينغولي، اذا عندنا لي غران بانو، شنو تولي لنا لو غران بانو، دي فلور ملتي كولور، اون فلور ملتي كولور، لي جولي بيردري، لا جولي بيردري، دي غاز انودور، ان غاز انودور. اذا هذا هو التمرين الاخير كان عندنا في هذا الدرس هذا ديال لو سينغولي لو بلوريال دي نو. نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الدرس هذا، نتمنى لكم توفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الاوفياء، لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو، اكيد الى عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي تنقدموا في القناه، ما عليه الا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو اللين ديالها في لابوات ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. الى هنا استودعكم الله، الى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله، الى اللقاء.